أهلا وسهلا بكم في الركن التربوي على قناة جي دي دي، ووصلنا إلى الحلقة 20 وعنوانها: هل تعريب تدريس العلوم مفيد لنا الآن؟ قلت أن في تونس تدريس العلوم معرب في الأساسي، التعليم الأساسي، أي 9 سنوات الأولى، ومن بعد نرجع إلى الفرنسية فجأة، مما يضر التلميذ في كثير من الأحيان. وكما قلت في تدخلي حول اللغة العربية، تدخلي أيضا حول التعريب، هي مسألة شائكة، واستسهال تقديم الحلول فيها أمر غير علمي. لذلك سأمسك نفسي مثل الحلقة الفارطة أن أقدم تساؤلاتي وحيرتي دون أن أدخل في تقديم البدائل أو الحلول، وممكن من خلال النقد قد نستشف بعض البدائل الممكنة في إصلاح منظومتنا التربوية نوعا ما في تونس، معربة مش معربة، نصف معربة، تعريب مشوه. هذه كلها تساؤلات حول تعريب تدريس العلوم. أقصد بالعلوم علوم الحياة والأرض، الفيزياء، الرياضيات، التقنية وغير ذلك. إذن مفهوم التعريب في تونس أصبح نوعا ما مفهوم فضفاض حمال أوجه. هل نقول أن تعليمنا معرب أم غير معرب أم نصف معرب؟ لذلك وأيضا مشكلة التعريب في الوطن العربي هي مسألة مشحونة بالعاطفة، لأن اللغة العربية كما قلت هي احتياطنا الرمزي، هي مرتبطة بالقرآن، مرتبطة بالإسلام، مرتبطة بالمقدسات. إذن كلما اقتربنا من ميدان اللغة العربية أو ميدان التعريب يجب أن نقترب إليه بحذر شديد جدا. وأنا شخصيا إلى اليوم لم أستطع أن أحدد موقفا واضحا وسهلا كما يفعل الكثيرون، نعرب وانتهى. العملية ليست سياسية وليست شعار عاطفي يرفع، وإنما المسألة علمية تربوية يلزمها دراسة وتمحيص قبل اتخاذ القرار. في بعض جوانب التعريب لا يمكنني أن أكون إلا معه، ومبدئيا أنا معه، وكل شعوب نهضت باستعمال لغتها. وأقول هنا ليست لغتنا الأم، لغتنا الأم هي الدارجة للأسف، لكن لغتنا الأصلية الموحدة بين جميع البلدان العربية هي اللغة العربية الفصحى، التي يجب أن نستعملها ولا نحتقرها ولا نضحك ممن يستعملها. في بعض جوانب قلت مبدئية أنا لا يمكن أن أكون ضد، ولكن في بعض الجوانب التشويهية التي شوهت منظومة التعريب أكون ضدها، وضدها على طول الخط. من الأمثلة اللي أعطيتها بكري كونها التعريب النصفي، هذا تعريب العلوم في 9 سنوات الأولى، وفجأة ننتقل إلى الفرنسية. في الدول العربية التي عربت كل العلوم، كل تدريس العلوم، سواء في مصر أو في الجزائر أو في ليبيا أو في سوريا، لم نرى لهذا التعريب أثر واضح على الإنتاج الأدبي والإنتاج العلمي. كنت أنتظر من الأمم التي عربت مثل جارتنا الجزائر، كنت أنتظر نتيجة أفضل مما وصلت إليه. وأنا عندي تجربة في الجزائر، قضيت فيها 8 سنوات كأستاذ متعاون في علوم الحياة والأرض، وسأرجع إلى هذه التجربة إن شاء الله في حلقة أخرى. في الجزائر بالذات التعريب يصل حتى للبكالوريا، على الأقل عهدي به في سنة 88، أنا عملت في الجزائر من 80 إلى 88،
عهدي به معرب حتى للبكالوريا. تأخذ البكالوريا مثلا وتدخل الطب في الجامعة مفرنس. إذن الطالب الجزائري الذي يدرس كل العلوم بالعربية حتى للبكالوريا سيجد صعوبة في استعمال المراجع الفرنسية في الجامعة مثلا في شعبة الطب. لا أدري الآن ممكن تغير، إن شاء الله يكون تغير. وأساتذة العلوم في الجزائر زملائي في الثمانينات عادة يتقنون العربية، خاصة المتخرجين المعربين الجيل الجديد ليس أندادي، كانوا نوعا ما لا يتقنون الفرنسية كما كان الجزائريون يتقنونها قبل التعريب. وهذا ممكن قد يكون عائقا في الاطلاع على المراجع الفرنسية، خاصة وأكرر أن في ميداني بالذات البيولوجيا لا توجد مجلات محكمة مختصة في البيولوجيا وناطقة بالعربية، ولا توجد مجلات مختصة ومحكمة في الديداكتيك وناطقة بالعربي. إذن هذا ممكن مما يجعل الأستاذ تعترضه صعوبات في الإفادة، لأن الأستاذ لا يعتمد على تكوينه السابق فقط، وإنما يعتمد على تكوينه المتواصل، وعلى الأستاذ أن يتعرف على كل التجارب الجديدة وكل النظريات الجديدة. وهذا للأسف أقولها وأعيدها دائما، للأسف غير متوفر باللغة العربية الفصحى. إذن التعريب حسب رأيي أنا مهمة نبيلة، ومهمة ممكن تكون سبب من أسباب نهضتنا، لكن يجب أن نكون في مستوى هذه المهمة، يلزم أن نأخذها بجد، لا أن نتعامل معها بسطحية ونترك الحبل على الغارب في تكوين الأساتذة أو تكوين التلاميذ. إذن حسب رأيي لا للتعريب المشوه، فمثله عندي أنا هو مثل التجهيل المبرمج. يا تعرب وتقوم بمهمتك على أحسن ما يرام، أو تترك الشيء على ما كان عليه. والنموذج في تونس الصادقي، المدرسة الصادقية، عندما أقول النموذج الصادقي ليس في مدرسة الصادقية في تونس فقط، وإنما كان معمم في كل المعاهد التونسية الذي درسنا عليه نحن في الستينات والسبعينات. ما معنى النموذج الصادقي؟ كان نوعا ما نجم نقوله مزدوج اللغة، كنا كل العلوم ندرسها بالفرنسية، وندرس العربية، وندرس بعض المواد والتربية الإسلامية والتربية المدنية بالعربي. إذن كنا مزدوجي اللغة. هذه فيها نوعا ما مضرة وفيها نوعا ما منفعة لمن يحسن استغلالها. إذن بعد النموذج الصادقي هذا نصف معرب، انتقلنا اليوم حسب رأيي ديما المحدود والمتواضع، انتقلنا إلى تعريب مشوه، يعني تدرس الرياضيات بالعربية وتستعمل الرموز اللاتينية، تدرس الفيزياء بالعربية وتستعمل الرموز اللاتينية، وتجبر التلميذ على ثنائية تفكير في مخه باللغتين في نفس الوقت، وحتى في الكتابة تجبره من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين. وقد يخلق هذا حسب المختصين، وقد قرأت هذا أخيرا في ماجستير لصديقي سامي الزواري، وفي بحثه العلمي تكلم عن هذه المشكلة، وهو أستاذ رياضيات ومختص في ديداكتيك الرياضيات، وقال وقرأت في أطروحته أن هذا المشكل ثنائية استعمال اللغة في تدريس الرياضيات بالعربية أو الفيزياء بالعربية قد يخلق مشكلا لدى التفكير عند التلميذ. والمفروض لا تكون لا خاصة نحن العرب، المفروض لا نكون معقدين من استعمالات اللغات الأجنبية. قلت في القرون في العصر الذهبي الإسلامي كانت اللغة العربية هي نوعا ما لغة العلم ولغة الأدب،
وكان الأوروبيون يأتون إلى الأندلس يدرسون باللغة العربية دون عقد. لماذا هذه العقدة ضد اللغات الأجنبية؟ إذن قلنا التعريب الصادقي هو نصف تعريب أو مزدوج اللغة، والتعريب اليوم هو في الأساسي معرب وفي الثانوي وفي الجامعة مفرنس تقريبا. وهنا أستحضر المثل الشعبي التونسي: هربنا من قطرة جينا تحت الميزان. المفروض نطور التعريب أحسن من التعريب الصادقي، ولكن حسب رأيي التعريب هذا تعريب ناقص ومشوه. ولا ننسى دائما في العربية كون العربية سقلها وهذبها وكتب نحوها وصرفها ليس العرب فقط، وإنما ساهمت كل الأمم في صقل العربية وتهذيبها وفي نحوها وفي صرفها دائما في العصور أو العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية. إذن اللغة العربية هي نفسها نتيجة تلاقح حضارات، نتيجة مساهمة من كل الحضارات ومن كل الأمم في العربية وكتابة نحوها وصرفها خاصة. إذن العربية هي في الواقع لغة عالمية، لكن نحن الذين نقلناها من العالمية إلى المحلية، وحتى في المحلية قتلناها ولم نعد نتكلم. أختم بالجملة التالية: لكي تبدع في العربية، في اللغة العربية لتبدع معناه في الإنتاج الأدبي أو الإنتاج العلمي، حسب رأيي عليك أن تتعلم لغة أجنبية. هذا شرط أساسي، لا لأن الأجنبية أفضل من العربية، ولكن حتى تجدد في لغتك عليك أن تقرأ في اللغات الأجنبية، لأنهم سبقونا في التنظير سواء في اللغة أو في العلم أو في الأدب أو في الروايات. وأذكر بعض الأمثلة على سبيل الذكر لا الحصر، كون أبرز المبدعين عندنا في الأدب يمتلكون امتلاكا جيدا لغة أجنبية، وأذكر أولهم تحسين. تحسين عنده تكوين جيد في اللغة العربية، وتعرفون أنه عدى الدكتوراه في سوربون في فرنسا. والطهطاوي الذي سافر مع البعثة، وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ونزار قباني، وعندنا في تونس محمود المسعدي وتوفيق بكار، اثنان يتملكان تماما اللغة العربية وفي نفس الوقت لغة أجنبية. وإن شاء الله يتحسن وضعنا ونعد برنامجا مكثفا وجديا للتعريب. لا ندخل التعريب إلا ونحن مستعدون له تمام الاستعداد، والوقت معنا، وإن شاء الله نكون في أحسن وضع مما نحن عليه اليوم في تعليمنا في تونس وفي العالم العربي. وشكرا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.